أحداث متتالية على مواقع السوشيال ميديا ومنهم فجآت، والمفاجأة النهاردة كمان بظهور الفنان هيفاء وهبي والفنان العالمي جون ديب في فيديو. إيه حكايته وحكاية القضية إمبل هيرت ووصلت لإيه؟ الحكاية معانا، تابعوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى دعمكم وشيروا واشتركوا وفعلوا الجرس. ما زالت حضراتكم الأحداث متتالية على السوشيال ميديا ومفاجآت كبيرة، وأهم المفاجآت اللي معانا النهاردة ظهور الفنان هيفاء وهبي مع الفنان العالمي جون ديب في فيديو عبر موقعها الشخصي انستغرام، وكتبت بعد كده على الستوري الخاص بها في موقعها الشخصي انستغرام: ألف مبروك يا صديقي العزيز. وجات التهنئة والفيديو بعد ما كسب بالفنان العالمي جون ديب قضيته على زوجته السابقة إمبل هيرت. وكان حضراتكم كلنا عارفين من حوالي 6 أسابيع كان في ضجة عالمية في العالم الغربي والوطن العربي عن القضية اللي دامت فترة طويلة جدا، وكان حضراتكم بسبب مقال كانت كتبته زوجة جون ديب، وقالت فيها إن هي بتتعرض لبعض الأمور الغير لائقة، وحضراتكم ما ذكرتش بوضوح قوي او نسبت الموضوع لجون ديب، لكن تم ربط المقال مع الفنان جون ديب، واللي كان بسبب المقال ده انهيار حياته تماما والتشهير بيه وشهرته العالمية في السينما. لكن الفنان جون ديب كمل المشوار واعلن بعد كده القضاء، وحكم القضاء بعد كده بان زوجة الفنان جون ديب إمبل هيرت بمبلغ مالي تعويض كبير يقرب من حوالي 10 ملايين دولار. وحضراتكم للذكر كمان كان تم الزواج بين الفنان جون ديب وإمبل هيرت 2015 وتم الانفصال 2017. حبيت اشارك معاكم الموضوع واخبار السوشيال ميديا، اتمنى يكون عجبكم، وعرف رايكم تحت في تعليق، ولو اول مره تشوفنا اتمنى دعمكم وشيروا واشتركوا وفعلوا الجرس. سلام.